السلام عليكم، ورحمة رمضان. كنا بنلعب جيمنج، كنا نلعب فناف، يعني بعرف شو اسمها، بس هي فناف. الهدف فيها لانه تلبس سكنات لعبة فناف. طلع انا بديش احط سكنات. احلى سكن عندي في حياتي، مش في حياتي كلياتها، باللعبة. هذا السكن اللي بقدرش احطه. بقدر احرك راسي. طلع محلى وجهي. واو، دوت الصوت. خلاص. انا اسد اروح وين؟ شو فكرت نقدر نروح من الازاز؟ بعرف شو اكتب بالانجليزي. بدي اكتب هيك، ممكن اكتبها صح. لا تنسوا الاشتراك واللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس، عشان اذا نزلت فيديو يجي لكم تنبيه من فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاش لي اشعر هيك.